ولا ممكن استسلم، لانه هن هذا اللي بدهم يوصلون عليه. انا مره حره بقدر اقول بدي اياه، يعني ما حدا له معي. فيك تكون انت مسكره كلك بس الاتيتود تبعك very sexy hard to get. ايه مش عايزه شيء من حدا، صرت لا انا بنهي العلاقه. هلا شو بدك تعرفي، في حدا بقلبي؟ ايه اكيد ايه في منا جديدة ومبسوطة. I'm blessed. الله بحبني كتير. يعني أنا لما كنت بالمستشفى ما تركوني دقيقة. بي هي الخسارة الوحيدة اللي ما بقدر أتخطاها. ليكي أنا دايماً بقول كل عمر له حلاوته له جماله. وسو فار أنا كل ما عم بكبر كل ما عم بحب فترة العمر، يعني الزمنية اللي أنا عم كون فيها. وأنا دايماً بقول يعني بدي أكبر بطريقة حلوة. المهم ضل الصورة اللي أنا بحب شوفها، بشوف حالي فيها. وأكتر شيء على اللوك، على شكلي، على وجهي، على قدي ضعفانة، على الفساتين، يعني كان كله even على speech regardless انه بعض الناس ما عجب part من اللي قلته، بس otherwise كتير كان حلو. انا I was happy. ما دايما الانسان الناجح ما في يقطع in a pursuit، ببهدلوا حالهم اكيد. انا شو يعني كل واحد هو مسؤول عن شخصيته وعن شو بيطلع من تمه بالنتيجة. أنا حبيت وجه مساج معين، لأنه نحن بلبنان طول ما في توايف متعددة وما في حدا يمنع حدا شو بده يلبس. أنا كنت عم جرب يعني أعطي صورة عن التحرر أو حرية اللي نحن منعيش فيها أو اللي عايشين فيها أو اكتسبناها. وأنا حبيت شارك بها الإيفنت لأنه هيدا نحن إذا بدك أساس، يعني أساس لبنان الحلو. ولو أنه هلأ عم بجربوا ياخدوه على غير محل، يعني عم بجربوا يقمعوا، أنا عم بجرب وصل أنه نحن ما بدي تتغير هوية بلدنا. الكان بحقنا بالتعبير، الكان بحقنا باللبس، الكان بحقنا بحي لشي نحن كبرنا عليه وأهلنا ربونا عليه. أنا ضد القمع. أنا مرة حرة بقدر أقول بدي إياه، يعني ما حدا إله معي. ما عجبهم ما عجبهم، هيدا موضوع بخصهم يعني. ولا مرة بكتب شيء أو بقول شيء أنا أصلاً مش عندي قناعة فيه براسي. يعني أنا ما بقول كلمة لأنه بتطلع معي وليدة الساعة. لا لا ما بندم على شيء. لكن أنا مش عم بعمل إثارة. أنا ما عم بعمل مجهود. أنا أنت حكيت عن سكس أبيل، أنا موجود عندي. صاحباتي حلوين كلهم بيقولوا لي إذا بلبس مفتوح أكيد بدهم يبينوا يعني، بس أنا ولا مرة بعمل مجهود. بس أنا بالنتيجة أنا أنثى. وإذا الله عطيني شيء حلو مش إنه بتعمد بينه، إذا تبين ما عندي مشكل. عرفتي؟ وأنا مع يعني ومش ضروري دايما اللبس المفتوح يكون هو اللي بخليك تكوني سكسي. فيك تكوني أنت مسكرة كلك بس الاتيتود تبعك very sexy. بعدك بتسمعيها؟ سكسي؟ إيه. وبحب ضل اسمعها طبيعي. كلنا بنحب كل البنات. اللي بقدر أقوله إنه هلا أنا صرت مرتاحة أكثر بكثير مع حالي. كنت ناضجة من أنا وصغيرة، طورت يعني نضوجي كبر، إكسبيريانس تبعي كبروا، بنت بقدر يعني بعرف كيف طور حالي من خلال القراية، خصوصا عن تاريخ البلدان أو عن الترو ستوري تبع يعني المؤثرين أو يعني بحب أقرا كتير، يعني اشتغلت على حالي لأنه ما بيكفي إنك بس انه انا بابليك فيجر غير انه انا بغني. انا بدي اطلع بمقابلات، بدي احكي، في ناس كتير انا ايدول لقلون انه بيتاثروا باللي بيقولوا باللي بعمله. سو اي ميد شور انه قد ما في قد ما بقدر اكيد طور كل يوم عن يوم عن يوم، وراح يضل هالشيء ماشي. ما بقول انا نرجسيه او انا اكيد بحب حالي، بس مش بحب حالي لدرجة إنه لاغي الناس اللي بحبهم. بحب حالي لأنه لو ما أنا حبيت حالي العالم ما رح تحبني.
الثقة، حب النفس هو انك كمان يكون عندك ثقة بحالك، وهذا الشيء بينعكس على الناس. يعني في ناس اذا بتشوفك بتقول اوف شخصيتها قوية، قوية شو ضعيفة، it depend على your attitude، على الاتيتود تبعك او الابروتش تبعك او انت كيف بتحكي. اكيد انا بحب حالي، بس الاولوية مش لحب حالي. دايما بفكر باللي حوالي، دايما بحب الناس اللي حوالي يكونوا مبسوطين، معناتها انا على قد بحب بحالي انه كون منيحه، كون متصالحه مع حالي. وبالنسبه انه انا مش عايزه حدا هيك، انا طبيعه شغلي وطبيعه التربيه بالداخله، وكنت لحالي تعلمت كون مستقله، ومع الوقت شغلي ساعدني بهالشيء. عم بحكي من ناحيه الانكم، سو انه وصلت لمحل انه انا مش عايزه شيء من حدا، بس ما بيمنع انه انا بحب يكون عندي بارتنر اتغنج عليه ويكون عندي شيء منه. يعني انا بالنتيجه مره شرقيه من جوا. هلا شو بدك تعرفي، في حدا بقلبي؟ اكيد ايه في فيه منا جديده ومبسوطه. يعني في فترات كانت تكون العلاقة بابليك والشخص ما يكون مناسب، بطلع آخر شيء أنا مستحية إنه كنت مع هالشخص. So part الثاني إنه هيدا يعني حياتي الخاصة ومش شرط حدا يعرف فيها. هلأ ومبسوطة؟ إيه أنا عايش علاقة حب حلوة، لأنه دايماً كل شيء بالبداية أحلى شيء، لانه في اول الغرام بيكون في هذا الباشن اللي بتعيشي كرماله، اللي يعني بتصيري انه مش مصدقه انه بدك تروحي تشوفي هالشخص، مش مصدقه تشوفيه، تعبتيه تمسكي له ايده، هو احلى شعور. هلا يعني بضلهم موجودين بس الباشن شوي بخف. حسب ظروفي انا والشخص، يعني انا لانه الشخص اللي بقلبي منه قريب، سو هيدي خليتها تساعد اكثر. منه قريب منك اليوم هيك قصدك؟ لا، ولا حدا عنده محل ابدا. في ناس بندم انه انا كان عندي علاقه معهم، بس خلص اسمها اكسبيريانس مع الوقت. قبل لا، هلا ما باس. اوقات كانت تخلص يمكن حدا يفللني، بس بعدين صرت لا انا بنهي العلاقه. اي ميت شور انه انا انهيها. ليكي انت لما توصلي لمحل انه انت بدك تنهي علاقه، كوني اكيد انه اللي بكيتيهم ديورينج العلاقه، بس تخلص دمعه ما بينزل لي، بزعل ديورينج العلاقة. وأنا من النوع مش أول شغلة بتصير ببرم ظهري، أنا بصير بجمع مساوئ الشخص أو القصص اللي مضايقني فيها، بجمعها بكدسها لحدي تكون ردي يجي نهار اللي it's over. once قلت it's over كأنه يعني امتي شعرة من عجينة، لأنه بعيش الزعل وبعيش كل هالوقت بالعلاقة. بحب عيشها لبس أخلص ارتاح. ما عم اقول انه انا كامله، بس انه اتليست القصص اللي بتزعجني كنت اقولها، لانه انا اذا حدا بحبه بيقول لي عم تعملي هيك مضايقتيني، يعني بثبت بحالي. بس في اوقات هن ما اتس اباوت كاركتر. ماني خايفه من شيء، لانه اول شيء انا عايشه كل يوم بيومه، وما بقى حدا يعرف، خصوصي بالسنتين اللي قطعنا فيهم عمر الإنسان. نحن بحياتنا معرفنا، يعني هيدي الشغلة الوحيدة اللي كل الناس متساوية فيها، أنه أنت ما بتعرفي أي متى بدك تموتي أو أي متى ساعتك. سو أنا ليش بدي خاف من شيء أنا ما بعرف إذا بكون عايشة لبعدين ولا لا؟ أكيد الله يعطيني العمر وأنا بعدني بحب أعيش وعندي كتير قصص بدي أعملها، بس أنا بكرة أو هلأ ما بعرف أنا وطالع عم استوديو شو بيصير. ايه وصلت لمرحلة انه ايه اكتشفت وصرت بعرف حالي ايه بشكل كامل بالعشرين. صدق ايه؟
الايج اتس ا نمبر، بس انت من جوا هيدا ما فيك تربطي العمر الزمني بالعمر النفسي اللي انت بتعيشيه. في كتير تفاوت بيناتهم، بس لازم الواحد يعرفها، لانه في ناس صغار عايشين هموم وهن ما بدها هالقد بكبروا حالهم قبل وقتهم. سو انت يعني في محل انت بدك تتحكمي بطريقه تفكيرك، كيف بدك تكوني مبسوطه، كيف بدك تكوني متصالحه مع حالك. اكيد في ايام بزعل وبتكابر، يعني انا انسانه وعندي احساس، يعني الله خلقنا بشر، بس بالمطلق لا مبسوطه. بنت 20 يعني 20 بقلبي، بس انا بنت بوزيتيف من يوم يومي يعني. واللي بيقعدوا معي بينبسطوا انه يقعدوا معي، بعطيهم بوزيتيف انرجي. محظوظه كثير، ام بليست، الله بحبني كثير. قد ايه انت فيك تكوني صادقه من جوا، مرتاحه من جوا، بتشوفي الغلط انت وبتنتقديه، واعيه ايه فيك تكوني افضل صديق لحالك، واذا لا وغير هيك انه في كمان اصدقاء يعني مقربين اكيد. لا ما بحياتي حلمت انا انه اوصل لهون. كانوا اهداف اكثر من أحلام؟ انا من انا وصغيره كان وضعي عقدي. بي كان موظف، بي كان يتدين تنفوت ندرس بمدارس، لأن كان العلم مهم عنده. دايماً كان يعلمني شغلة، يقول لي خلي طموحك يكون على قد إمكانياتك. وأنا هيدا الشغلة لهلأ، يعني هلأ مثلاً بشوف أصحابي إنه عم تنقطع الكهرباء عندهم بهستروا بيقوموا لأيامي، إنه أنا لإلي عادي إنه هلأ ظروفك بدنا نتأقلم فيها. صدق أنا قد ما كان يسمعني شعر كنت صغيرة تاخد رأيي، خلاني روح للميل الانتلكتوال أكتر. كتير دار وراي لفوت على الجامعة، يجيب لي كتب لأقراها، يضل يعطيني بكل شغلة بجيب خبره. كان أكتر صديقي يعني، كنت كل خبره يعني، إذا حتى أنا عم بظهر مع حدا وعم بضايقني بجي بخبره. بفتش على حنية بي برجال أكيد، وأنا ما بحب الرجال الشلو. أنا بحب الرجال اللي عنده فكر، اللي بقدر أقعد أتناقش معه، لأنه وصلت لمرحلة دايماً حتى بالحب لو في كود أوف فودر والباشن، في العقل موجود دايماً، أكيد بدنبش على هالقصص. بحب الرجال الحنون لأنه أنا بنت كتير حنونة، بحب أعطي وبحب الرجال يعطيني عاطفة. يعني أنا كريمة كتير بعواطفي، أنا مهم لإلي الرجال كريم، وأنا في علاقات خلصت من وراء البخل، لأنه البخيل بخيل بكل شيء. هاي المشكلة. I don't remember صراحة إنه شي مرة خزلت حالي. لو في شيء أكيد كان بعده مأثر وكنت هلأ طلع معي دغري، ما عندي شيء أقوله. ما بقول أنا عملت أغلاط، بقول استفدت منها كلها، طلعت بتجربة لإكسبيريانس. لأنه ليك إذا عملتي شغلة، إذا بدك تندمي عليها بتروحي كل الأنرجي تبعك، بتضلك عايشة بالماضي. اللي قطع قطع، صفحة جديدة وبتفتحيها، بتستفيدي من التجربة اللي كانت، حتى لو اسمها غلطة ترجعي بتصلحيها بمحل تاني. أول شيء بتمنى إنه كل مرأة تتقبل حالها مثل ما هي، لكن إحنا مشكلة السوشيال ميديا صار فيه موضوع كتير مهم والعالم كله عم بتأثر فيه، هو موضوع التنمر على السوشيال ميديا. أنا دايماً بقول كلمة بتعمر وكلمة بتدمر، وهيدي للإنسان كلمة بتحطك فوق وكلمة بتدمر لك نفسيتك. كل إنسان عنده جمال بمحل، بشخصيته، بشكله، إذا ما كان بشكله بعقله. يعني المرأة تتقبل حالها شو ما كان،
إذا في شيء زعجها بشكلها وقادرة تروح تزبط تروح تزبط، لأنه هذا الشيء بتكتسبي فيه ثقة بالنفس. ما ترد على العالم. أنا مع المرأة أنه يصير عندها دور، مع الأهل أنه يعني يصروا على بناتهم أنه يتعلموا، لأنه العلم أساسي. العلم بخليك بعدين تكوني مستقلة، تكوني حرة، يكون عندك هدف، يكون عندك رؤية بتخصك أنت، ما بتقعدي تتأثري بالناس يعني. بس اكيد يعني حسب، ما فيك. انا ما له مره بقول بلوم بنت او مره بشوفها، اذا بشوفها عم تفكر بطريقه معينه. انا بلوم الاهل، ما كل انسان ابن بيئته ابن عائلته. بانه أليكس رودريغيز هو اتلات، يعني كمان حدا معروف وشاب حلو، ويمكن عقد ما حبة يعني كان يشي ينبسط لما نشوفها تكبر. هيدي منا الكيس كتير بثلاث ارباع رجال. يعني أنا في كتير رجال أو الناس اللي أنا حبيتهم جربوا كتير يحطموني ويقللوا من قيمتي ومن شأني كأمرأة أو كفنانة وكنجاح. لا، مش قصة دفعت عن حالي، أنا بعرف حالي وبعرف حجمي. يعني مش عم قلك أنا أهم شخص بالعالم، بس فعلا أنا عارفة حجمي قديه ووضعي الاجتماعي وين وقديه ونجاحي كيف وقديه ونسبة العالم اللي بتحبني وليه. أنه I'm not easy to get، هاي أكتر شيء يعني الرجال يعني بيخليه يصير عنده اسرار. انه بيقولوا بالمصري التقل صنعه، hard to get. بس بعدين لما يتعرفوا علي شخصيتي وهدامتي وحنيتي وحبي كيف بحب كيف بحبه هيك، لما انا افتح المجال انه يعني، لانه دائما بتعرفي when you first be a woman الغنيه يعني بتخبرك كيف لازم تكوني تتعاملي مع الرجال. يعني ما بتذكر وجع أكيد، حتى يمكن ما في لك تجربة قوة وأمل، لأنه أكيد تجربة قوة يعني لأنه تعطيت مع الشيء بطريقة طبيعية. بس بقول أنه تجربة، مثل ما بدي أعتبر أنه كان عندي بحث أشعرفني زايدة أو فلو قوي وقطع، يعني ما بقيمه. أكيد بعدني عم بعمل قصص خاصة بمرض سرطان الثدي، لأنه أنا وقتها صحيت أصريت أنقل تجربتي الخاصة أنقلها للناس كرمال وعيهم على هالشغلة، وعملت نشاطات كتير ضمن هالإطار. وهلأ حالياً عم نطلق مع المركز الطبي تبع الجامعة اللبنانية الأمريكية وسوا وغير فاونديشن حملة كرمال نقدر نأمن فحوصات لعشرة آلاف امرأة بلبنان، لأنه قلت النسبة كتير من بعد كورونا، وصلت لثلاثة بالمية. سو هيدا لازم عم نشتغل عليها كرمال نرجع نحمس النسوين اللي فوق الأربعين بالتحديد يجوا يعملوا فحوصات وفور فري. الحمد لله، كتر خير الله. عم حب سيرة السبار، أول شيء بخفف لك الضغط النفسي، بتكوني in good shape، بتشدي إذا عندك shape حلو لجسمك بتضلك محافظة عليه. لما نكون down في أوقات بعيش فيها فترة بس مش طويلة، برجع بستمد قوتي من كل شيء حوالي، كل شيء أنا أنجزته من الناس اللي بيحبوني وبيحبوني بصدق. ليكي أنا رح قلك شغلة، أنا قلتلك شغلة ورح أرجع عيدها، أنا كتر خير ربنا، أنا I'm blessed. أنا بنت بحب ساعد كتير، بحب أعمل يعني، أنا usually ما بحكي عنهم، بس ما عندك فكرة لأنه بعملهم من كل قلبي أنا شو بيرجع لي بالمقابل. سو حتى إذا صار معي شغلة ما رح حدد شو، بقول أكيد إنه الله بعت لي شيء أحسن، وهيك دايما هيك. لبنان تعبني لأنه أخدته على صعيد شخصي كتير، يعني أخدته كأنه حدا من عائلته، وأنا بحب لبنان يعني. شو بدنا نعمل؟ ليه بدي أستسلم؟ أكيد لا، ولا ممكن أستسلم.
لأنه هني هذا اللي بدهم يوصلون عليه. وللأسف في كتير ناس تسلموا، يعني إيفن في ناس قادرين يعيشوا لأنه إمكانياتهم منيحة كمان سافروا، يعني هشلوا الكل، اللي عايز واللي مش عايز. طبعا النجاح بحيالة شي فيك تنجحي، إذا أنا يعني فنانة مبتدئة وعملت غنية كسرت الدنيا بنجح، بس أنا شو بدي أعمل بعدها؟ إذا قدرت حافظ واستمر باللي عملته هلأ أو كون نفس النيفو، هيدا استمرارية نجاح. يعني النجاح فيكون يعني كتير مؤقت. أنت هيك بتشوفي؟ كلنا هيك بنشوف. لك أنا ما بعمل شيء لمجرد إنه أعمل، يعني أنا إذا عم حضر ألبوم بحضر كل غنية لتكون هي الهيت تبع الألبوم، مشان هيك باخد وقت كل سنتين بنزل. حيلا يعني أنا رح أقول لك في عندي شغلة بفتكر مفقعت لهم ألبوم اللي حوالي أمين أو الإكزيكتيف بروديوسر أو حتى أنجلا أو أصحابي، أو إذا بيقولوا لي حيلا شغلة، دايما أول شغلة بتجي على راسي لا لا ارجع اقول لهم بعثوا لي ايميل مفصل، تفوت كثير بالشغله تقتنع لبعدين اقول لهم ايه، بس اوقف على المسرح وغني. حسب الاضاءه، في ناس بركز اذا شايفه على وجوههم، اللي قادره اشوف وجوههم بركز عليهم تحسسهم انه انا عم غني لهم اللي بقدر، لانه هيدا الاي كونتاكت اذا صارت مع العالم هيدا اول شيء بتسعد الناس، بتسعدني انا، بس في اوقات بيكون اضاءه عبوجي ما بقدر اشوف حدا، بس بصير بتطلع بالفلو وبعطي الامبريشن انا عم بتطلع بحدا واعمل له، اذا عم غني اعمل له هيك او انه هارت او بس الـ يعني الكونتاكت المباشر ككونسرت هو احلى شيء. بلشت احضر الالبوم الجديد، في أغاني أنا ومروان عم حضر، مروان خوري، مبسوطة كتير إنه رجعنا نشتغل سوا، لأنه هو كان في مشاكل مع الشركة. عم بشتغل كمان علي المولى عم بحضر لي قصص، المصريين يعني الناس اللي بشتغل معه نادر عبد الله او الناس الجداد اللي اشتغلت معه وعطوني هتات مثل اسامه مصطفى وسامر ابي طالب اللي عملوا لي سحبه رايي، ودائما انا لانه علاقتي فيهم بفضل تكون مباشره مش فيها اكزيكتيف بروديوسر، وتحس الاولويه دائما لإلي. شو اذا عم بسمعني زياد برج غنيه من يومين بكيت وهي له اخذت له اياها قبل؟ هي قبل خواجة زياد هيك نابل و... ويعني كأنه أنا إذا أنا غنيتها كأنه هو غنيها، لأنه إله في غنية على المسرح. إيه بكيت مع أنه غنية غرام وغنية فرح وبوزيتيفيتي. أنت مغرومة؟ إيه بس أنا دايما بس أسمع غنية ما بكون عم بربطها بحدا أو بشي، بكون عم بسمع يعني كيف أنا بختار أغاني. لكن الموزيك تبعي منا اورينتال، بستعمل كتير جيتارات، بستعمل قصص، مشان هيك بتشوف انه انا عندي كتير فيوز يمكن اكتر حدا، لانه مش بس الناس العرب بيسمعوني او المنتشرين عربيا او البان عرب كله، لا في ناس بتحب الميوزك تبعي. يعني انا وقت رحت من سنتين على الاولمبيا وعملت الاولمبيا، الناس الاجانب اللي كانوا موجودين بالحفلة اكتر من الناس العرب. يعني أنا لما بلشت انشهر كان عندي أصحاب كتير، أنا ضليت على طبيعتي، أصحابي ما تقبلوا أنا وين صرت فكتير أزيوني. أنا هيدا بس الشغل يعني اللي خيبت لي أملي بحياتي، غير هيك لا. بس هلأ عرفت نقي أصحاب، الأصحاب بحبوني. كيف يعني بحبوني؟ يعني أنا لما كنت بالمستشفى ما تركوني دقيقة، لأنه أنا ما قلت لأمي ما قلت لأهلي، بس عرفت نقي أصحاب وعملت عائلة حوالي. عم بتعلم روق، هاي أكتر شغلة، بس غير هيك لا، صفات خلقت معي وكبرت معي نميتها أكتر. بس بي
الله يطول عمر أمي يعني وعائلتي. أنا كل يوم بصلي بقول يا رب خلي لي أمي وأخواتي وكل الناس اللي بحبهم، لأنه هذا أكتر شيء بيوجع. بي هي الخسارة الوحيدة اللي ما بقدر أتخطاها، عمري. يعني أنا هلأ بقول أوقات عني عنيدة، بس أنا مثلاً تأحكي كوتي بروفيسيونال، إذا حدا أنا يعني ما بحكي معه مش طايقته أو قايل لي حكي أو كذا، لأني مني حقودة ممكن أكسر هالشي إذا في غنية بتناسب شغلة. لا، مني عدوة حالي. ليك أنا بطل بارت تبع حي تبع شغل الفن لحاله هو اللي طاغي. أنا عم بشتغل على ألبوم، أكيد رح أشتغل على يكون من أحلى الألبومات أو ألبوم أحلى من اللي قبله، بس أنا صار عندي إذا بدك خط تاني، صرت ناشطة بكتير قصص، عرفتي؟ يعني وان داي إذا أنا قررت وقف غني بدي أعمل فاونديشن، بدي أعمل شيء. يعني هيدي صارت بعد قصة كورونا وبعد قصة الوضع المادي اللي صار بلبنان، قررت انه يكون عندي كذا اتجاه. الناس المحتاجين، لانه ما بدي اترك لبنان، انه هلا لبنان بحاجه الي. لمين بدي خليه؟ في ناس كتير عم بيروحوا، انا اذا رحت في ناس كتير رح يزعلوا ويتاثروا من الناس اللي متاثرين فيي. يعني انا اول ما بلشنا نشوف فنانين راحوا على دبي، وعلى خصوصي على دبي، كانوا يبعثوا لي الفانس تبعي بيرسونال مسج مثلا على التويتر، لسه رح تسافري؟ قال لهم لا، باقيه. بيرتاحوا. لا يصيبنا بيقولوا الا ما كتبه الله لنا. انا ليك هن وصلوا العالم بلبنان انه ترتعب وتخاف، بس القوة انك انت يعني تكسري حاجز الخوف، وتكوني تقولي رأيك بدون ما تحسي انه هلا اذا قلتي شو معقول يعملوا لي. لا لا لا، انا مع الانسان. يعني كثير بد يعني الناس صراحة لهوة بالجوع، لهوة بالبنزين، لهوة بالكهرباء، صارت خايفة على لقمة أكلها. يعني ما بلوم العالم يعني إذا خايفين، لأنه اللي وصلوا له نحن بعمرنا. يعني نحن بلبنان بحياتنا ما شفنا هالشي. إيه بلبنان كلهم راحوا أكيد، وقبلاني أخسرهم. بقول إذا يعني إذا الكلفة كانت إنه المصاري إنه تروح ويرجع البلد، تروح. أنا بس كون مني منيحة لازم أحكي. أنا ما في أكون مني منيحة وقاعدة بتختي وساكتة وحاطة بقلبي وعاملة يعني ديبريسيون. لازم دغري دق لأصحابي اللي بيسمعوا، لأنه إذا ما بحكي اللي بقلبي بفقع. لا إجمالاً كل شيء، يعني إذا في شيء زعجني دغري إنه بتلفن، لأنه كمان بيريحني. I don't know. بطلت يعني حتى لو احتفلت بطلت حط صور، وبطلت يعني استعمله يعني استعمل السوشيال ميديا للقصص، لأنه بحس إنه الناس ما أنا مبسوطة وأنا قادرة أحتفل. بفضل إنه في سنتين ما عيدت. في سنة كنت عند صاحبتي بمصر، كانوا أصحابي حمائي وهيك، عملنا عشاء صغير واحتفلنا، بس إنه ما بقى عيد ميلادي إنه أماست إنه أحتفل فيه.